الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي. والصحة تعدم 181 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي في 3 محافظات. موجز لأهم الأنباء، وإليكم التفاصيل. حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصة في مجال علم النفس وعلم الاجتماع. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادي العالمي والإقليمي من كافة الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي. كما وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقا لأفضل المعايير. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ضبط وإعدام 181 طن و841 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وذلك في الفترة من 7 حتى 10 من فبراير الجاري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهريا، مؤكدا على أن الرابط المتداول مزيف وأن مبلغ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.